السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم بالضبط زي ما تسمعون اندلس سوبر اكسبرت من غير سكيب، فلا نطول المقدمه، تنسى اللايك والاشتراك ويلا خلينا نبدا. او صح، قبل أن نبدا الله ينعم عليكم جميعا. ادري ان الحين كل المتعلقات بيطلع فيني ويقول لي اوه حلق اخيرا يكتبوا لي نعيما، فقبل او بدل ما ارد على كل واحد في التعليقات الله ينعم عليك الله ينعم عليك، هذا رد لكم جميعا. فيلا خلينا نبدا الحين. ليل بالون بلايز وذ قلم قلمبا قلمبا او قومبد. طيب كمل ورد ريكورد 4 دقائق. امشي معاي. اوكي يلا امشي. اتدمج صح؟ اتوقع اني احتاج اني امشي معاي. حلو اوكي. مشي معاي تمام. حلو لا اشوى ما يرجع للاخير. اوكي اوقف فوق العلامه يروح تلقائي. يا سلام يا سلام. فتح لي الطريق، طلعت القنبلة. شكرا شكرا لك. شكرا لك. الله تشيك بوينت والحين تجميع قروش. الله يستر. الله يستر. لا تقول لي كل مرحلة زي كذا. يا ساتر يا ساتر. المرحلة كلها كذا فعلا، بس ان شاء الله نقول اني ما راح اخسر فيها. روح انزل تحت عشان يفكها. الله الله بعدين. يا سلام يا سلام. يا لعيب. تعال امسكه. لا 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 يطيح. اشوى اشوى. الله الله وخر عني. اوكي لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح. شو رهيبة فكرة المرحلة، مرة رهيبة. بس تاخذ وقت الله يستر، إن شاء الله يجيني. هذا بس أول قرش. يلا القرش الثاني. يا الله لن يضغط فوقه، بروح فوق بيدخل الباب. طيب أروح يمين أول. حلو، نزل لي يا ثومب. شكرا. لا تقوم. طيب الحين يبغالي امشي الثوام صح؟ بعدين لا قام. الحين ما اقدر ادمج. لازم اعيد. اوكي عادي عادي. لا اموت. لا اموت. دقيقة اصبر. اقتله عادي واعيد. اعيد عادي. لا تموت. اصبر.
بسرعة بسرعة قبل يقوم. امشي. لا. بس إن نزل تحت هذه هل يعني بيأثر؟ آه لا شوي 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 أوكي. يا سلام يا سلام. عند الأخير عند الكوين مت. يلا مالي مالي. لا لا تقتله لا تق. بس أنا يعني أشكر الصراحة على الريست يعني يشكر يشكر راعي مرحلة على الريست. لا لا عدت أكثر من مرة بس أنا أشكر المصمم على الريست يعني الريست منقذ بشكل فظيع. ولا كان عدت أكثر من مرة؟ يس يس. أهم شيء أخذت الكوين أهم شيء أخذت الكوين ما يهمني إيش صار بعده. أهم شيء إني أرجع الحين ولا أموت. ما يهم ما يهم ما أخذت الكوين. أهم شيء إني أرجع الحين أدخل البايب. هو نايس نايس خلصنا ثاني مكان. يا ساتر والله مكان ثوم مرة صعب صراحة. يلا مكان الايسيكلز. ألعب كورة والله. لا ما عليه ما عليه. راعي المرحلة يعني لطيف بشكل فظيع. كل شيء ريستات كل شيء ريست. حتى هذه يعيد لي اياها. طيب بسوي ريست كامل بسوي ريست كامل. المكان ذا شكله صعب. المكان ذا شكله صعب. شو اوكي. اوه نايس نايس. اوه بغي يقوم. ليموت 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 ليموت. خدته خدته اهم شيء اني خدته. يا رب اقدر ارجع. لا لو اني نازل من تحت كان. لا اخذت الكوين. حرام حرام. يا الله مكان الايسكل صعب. خلنا نتفق مكان الايسكل صعب. واو واو يس يس يس. مع انه مكان صعب بس الحمد لله جبته ما خسرت اشياء واجد او ارواح واجد. يلا جرب البايب. هنا في ايسكلز. اوكي اوكي في ريست اشوى. الحمد لله الحمد لله.
لا يا شيخ قل غيرها يا الله. طيب خلي الحين اللي بعدها انا لا حرام كم باقي كم باقي خلينا نشوف كم باقي كم باقي ايش باقي بعد كذا. طيب انا وصلت هنا المره الثالثه اخر شيء باقي اخر شيء باقي اخر رميه. يلا يلا الحين نجيبها. روح 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 الأخيرة الآن يس بالصدفة بس يلا ما كنت قاصدها يعني أضربها من المتأخر كنت قاصد أضربها بدري بس جيت من تحتها المهم ما أخذت القرش هذا مشي. باقي واحد باقي كلاون كار كلاون كار إيش في كلاون كار يلحقني ولا دفه. طيب تعال الحقني. كيف اطلعه؟ يا الحركه. تعال 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 الكلاون كار الاخيره تضرب. الله الله يا مرحلة وش ذي الأفكار. كسر اللي قدامك كفو تعال تعال لا مش كفو في حلو 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 بموت 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 بموت. طيب خلنا نقتل هذولي ولا ما يقتلون بعض. طيب 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 تعال الله يخليك تعال تكفى. اصلا مت انا صح. لا اخر شيء صعب اخر شيء صعب يو صعب اخر شيء. كفو كفو يلا 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 يا قمبرات الأسطورة. لا يا رب أقدر أرجع يقدر أرجع عشوة عشوة بس أوكي أوكي كسرت على الأقل أكثر من شيء أقدر أني أعيد بشكل كويس. ريست 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 اللي يتكسرون ما يرجعون مرة ثانية. تعال يا قم تعال يا قمرات تعال تعال بسرعة تعال. لا يا شيخ كان باقي واحدة يكسرها. كان باقي أوكي أقدر أرجع من هنا أقدر أرجع من هنا في مت في مت هترجعني أشوى. شوف شوف حشر لي اياه هنا الوسخ. المؤشر تعال قرب 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 يس. لا استعجلت استعجلت يلا الحين اجيبها الحين اجيبها خلاص خلاص اجيبها 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 بس لي سته لي سته واحده بس لي سته يا واحده بس. يلا 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 الى الفوز. تعال تعال بسرعة تعال تعال بسرعة تعال ارجوك تعال. تشطيب لا لا استعجلت لا حرام.
كويس 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 قتل لي المونشر. اقدر اقتلهم بالمونشر، اقدر اقتل البيرانات بالمونشر. نايس والله. كفو 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 كفو. الحقني فوق، الحقني فوق. تعال 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 تعال، يلا قربنا قربنا قربنا. راضي 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 راضي، بس خلني اطلع من هنا. اوه ما بقدر اطلع من هنا، بتدمج. دمجني دمجني، صغرني. ولا ما بتفرق اصلا. نطيت 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 بالغلط، نطيت بالغلط، ابغى اضرب، نطيت بالغلط. يا القهر يا القهر يا شيخ يا شيخ. الهروب العظيم، اعظم هروب في التاريخ. ما في مثله. بعد عطني 3 ونبات عشان تصير أسطر أسطوري مسطر في العالم. الله الله الله، ما عاد أبغى شيء. شكرا شكرا مرة، شكرا مرة، شكرا مرة، شكرا. مرحلة أسطورية. ريستات. سيفتي كوين. 3 ونبات، 27 دقيقة، ما عليكم 27 دقيقة. 3 ونبات. أحلى مرحلة لعبتها بالون ماريو. لو المقطع هذا ما طلع منه ذي المرحلة كفاية. أنا أحس إنه كفاية. كمية يعني متعة، كمية رياكشنات، كمية فظيعة فظيعة. المرحلة خرافية. يلا اللي بعده. المرحلة الثانية معانا 24 حياة. سانز فايت. لا هذه المراحل اللي أوخر عن أشياء. ولا في ثواب هنا؟ اي والله أوخر عن أشياء، يجيني هجوم أشياء أوخر عنهم. اوكي. شكرا على المعلومة اني راح يسار، بس الحين ما اعرف ايش. كم دقيقة؟ 32 ثانية. لازم افجر القنبلة. طيب طيب ما في مكان آمن. ما في إلا أركض يسار، بس حتى لو ركضت يسار أقدر أمسك المدفع إنه ما يطلق. وهل يعني لو مسكت المدفع ما يطلق، هل ما بيجيني طلقات مدافع ثانية؟ هنا كلام. طيب بسرعة هروب. هنا آمن، هنا آمن، هنا آمن. أوكي جاني جاني مفتاح، جاني مفاتيح كلها. يا سلام يا سلام. يقول لي صح وخطأ، يمين صح يسار خطأ. أروح مع الصح. والله خايف. تكفى لا تقتلني، تكفى لا تقتلني. اتوقع هذه اللي احمي او احرر الناس، او اني امسكهم او شيء زي كذا. اتذكر سانز موجود في لعبه اسمها اندرتيل، ولعبه اندرتيل لازم توخر عن اشياء كذا، تقاتل توخر عن اشياء. عشان كذا انا قلت في البدايه اني اوخر عن اشياء. وفي اللعبه في شيء خيارين، انك تحرر الوحوش اللي تمسكهم او انك تقتلهم شيء زي كذا. بس هنا ما تشيك بوينت، الله يخليك تشيك بوينت. تكفى الفوز. يس يس
مع انه ما اعطاني وانا بس اوكي راضي راضي، خسرنا حياه واحده بس مرحله هذه. اوكي لا ابو ولا لايك. المرحله الثالثه ومعانا 23. يابانيه دبل شيل جامب وفيها دي بس دبل شيل جامب. I think I can do this. دقيقة أقدر أسويها غير عادي. يا الله في ريست عشان كذا عشان كذا قلت بخبص بجرب. يو يا الله اصبعي علق ما فكت معي. لا دبل شيل جامب، بس دبل شيل جامب حبه واحده. مشكله ما اعرف ارتفاعها ومقربتها مره على الجدار اللي على اليسار. ليكون 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 يعني تبغاها على اليسار. عاد على اليسار يعني جيتوا عند نقطة ضعفي. ما ابغى اخسر زيادة، ليكون هو يمكن على اليسار بعدين اروح يمين. كم ورد ريكورد؟ 9 ثواني، دبل شيل جامب واحدة بس. يا ليل، لا عاد. اي والله على اليسار بعدين شيل جامب على اليمين. بعيدة. وهنا على اليسار دبل شيل جمب حقة مبارك اللي مرة الحافة أحف شيء في العالم. لا لا لا. لا لا مستحيل مستحيل قاعد أموت عند دبل شيل جمب. أنا مستحيل قاعد أموت عند دبل شيل. بس على اليسار يا عالم على اليسار. يس يس بسم الله. هو لحظة الحقيقة شل جنب البعيد. يا رب ما أغلط فيها. بسم الله. لا غلط في أسهل شل جنب. لا عاد لا عاد. بسم الله بسم الله. روحي منك. يا الله يا الله يا جماعة الخير. المرحلة ما هي سهلة ولا هي بصعبة، بس إنه الدبل شيل جمب على اليسار نقطة ضعفي واحد. ثاني شيء الجدار أعلى شيء في أعلى قمة شيء في العالم. يعني تجيب الدبل شيل جمب على أعلى فريم ممكن. فيعني خسرت فيها أرواح صراحة، بس على الأقل عدنا أهم شيء. يلا المرحلة الرابعة معنا 18. حلو switches and shutters. اتوقع اذا نطيت تتفعل. اوه نايس. نايس. فانا شو اسوي؟ ادخل هنا اخذ المفتاح وارجع. لا رجع لي. اوكي ادخل الباب. والله الفكره حلوه الصراحه.
نفس فكرة حقت ماريو 1 ديك بس هنا على ماريو 3 دي وولد. نعم هذا كيف يبغاني يسويها ليكون عند نطة واحدة. يلا بسم الله. اوكي بعدين ارجع نطة واحدة بعد. اوه نايس والله الفكرة نايس. الفكرة مرة نايس. هنا يبغى لي اكون معلق على زر النط وانزل بدون ما انط. اوه ماي جاد. اوكي 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 بغي يطيح مني. طيب ايش بستفيد منه الباو؟ لا تقول مسكرة كلها كامل. حرام عليك. يبغالي احط الباو وامشي عليه. حرام عليك. مرحلة فكرتها رهيبة. حرام عليك. يلا خلنا نعيدها. يلا رجعنا من جديد المكان هذا. الحين الفكرة اللي بيسويها كالتالي، اني لا ايوه هذه الفكره، اني ازحلق على الجدار وتكون الفاو موجوده على اخر شيء يمين. بس اني ابغالي طيب تشيك بوينت او اي شيء ثاني. يبغالي احافظ على واحده من هذولي. يا اخي والله ما راح تحتاج تشيك بوينت. والله ما راح تحتاج تشيك بوينت. حرام حرام. اوكي اوكي تقدمنا على الاقل. هنا اسوي وول جمب وادخل على المشكلة ما اعرف ايش احتاج البلوكة تكون. احمر ولا ازرق. اخيرا اخيرا تشيك بوينت. ما صدق ما صدق ما صدق. الله يا الله مكان جديد. هذا سهل المكان. ايزي. اوكي هو يبغى يشيلها مني متعمد. تمام الأخير. لا مو على الأخير. أحتاج البي سويتش في المكان الثاني. أحتاج البي سويتش هناك. حلو حلو هذه حلوة. إن شاء الله إنها حلوة. إن شاء الله.
يبغاها نطة عادية ولا مراوح؟ بسم الله، إن شاء الله يا رب أقدر. شكلها مراوح والله، والله شكلها مراوح، الله يستر. المراوح تأخذ وقت. مراوح ما ينفع، والله مراوح ما ينفع. أقدر أسوي ريست؟ لا ما أقدر أموت. عندي محاولة واحدة، ما عندي ريست. ما ألحق، والله ما ألحق. إيش فيه؟ إيش فيه؟ مو بواضح. هل الأولى مروحة والثانية نطة عادية؟ مش واضح. أنا قلت بخسرها خلاص، آخر روح ما يبي مديني. توترت مرة، توترت. حرام حرام، رن تخسر مرحلة رهيبة زي كذا، مرحلة رهيبة بس إنه يعني والله نسبتها مرة قليلة. اللي خلصوها بس 5. خلينا نشوف اللي خلصها، في أحد نعرفه خلصها؟ لا ما أعرف ولا واحد فيهم. خلونا نحاول نخلصها من أول محاولة تشيك بوينت. لأني أعرف إيش أسوي خلاص. اوكي المره الاولى مروحه، الثانيه نطه عاديه. اوكي اوكي، مكان جديد. مكان جديد عشان اضمن. لا تقول لي بعد ركضه هنا. لا اشوى اشوى. اوه هدوء هدوء، مكان هدوء. طيب انا احتاج اخذ المفتاح. وانزل تحت. اوه اوكي. لا ابغى الباو، ابغى الباو افتح لي فيه طريق تحت. والله تجي نطة عادية هذه والله. اوكي اوكي، رجعنا رجعنا ذا المكان اخيرا اخيرا، تقدم. طيب اخذ الباو انزل فيها تحت. اوكي هذا اللي ما حسبت حساب. اني اغلط غلطة تافهة زي كذا واضرب حافة الفايف. يلا رجعنا من جديد ذا المكان بكل هدوء. وقف في النص، اسوي حركة غبية زي قبل شوي والحقها. تمام تمام. طيب الحين اقدر اسوي جراوند بوند بس خلني اضربها كذا احسن. طيب بس خلاص. اوكي تكفى الله يخليك، يا تشيك بوينت يا خلص لي مرحلة. تكفى نهاية المرحلة الله يخليك. الله اخيرا. اخيرا. هنا شيء ياي، اخيرا. رهيبة، مرحلة رهيبة بس فيها صعوبة شوي، هي اللي خلتني أخسر الرن. بس حرام والله أني أخسر الرن فيها. 18 دقيقة أخيرا. رن المراحل الطويلة هذه، هذه من جد عنوان المقطع، رن المراحل الطويلة. مرة رهيبة، مرة مرة رهيبة، حبيت.
وبس يا شباب كان المقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم العد فيه. اندلس سوبر اكسبرت رن من غير سكيب رن كانت خرافية مرة، مراحل اسطورية يعني، يمكن من احلى الرنات اللي لعبتها في حياتي في القناة هذه ماري ميكر 2. فعموما حتى ون فعلا ما في رن بالجمال هذا، مع انها كانت بس 4 مراحل الظاهر، بس كانت رن مرة رهيبة، خصوصا المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة. المرحلة الاولى كلام ثاني المرحلة الاولى. فبس اتمنى يكون عجبكم المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة زي ما انا استمتعت في اللعب. اشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.